أعزائي المشاهدين، مساء الخير عليكم في مصر وفي كل قرية وفي كل مدينة في مصرنا الحبيبة. لقاء متجدد مع حضراتكم ومدير المستشفى. مدير المستشفى زي ما قلنا لحضراتكم قبل كده في الحلقات السابقة، احنا مخصصين عدد من حلقاتنا عن نعمة السمع عند الإنسان، واستضفنا في الحلقة الماضية مولانا الشيخ محمد حمودة، وكانت معانا أستاذتنا الدكتورة راندا، وتكلمنا في نعمة السمع عند الإنسان. النهاردة بنكمل معاكم نعمة السمع، وهنتكلم عن ضعف السمع وتأثيره على الإنسان سواء كان في الأطفال أو في الكبار. مشرفاني في الاستديو النهاردة قامتين علميتين في مجال السمع والاتزان، الأستاذ الدكتور سناء مهران استشاري السمع والاتزان بمعهد السمع والكلام بمبابة، والاستشاري القديرة اللي كانت معانا الحلقة اللي فاتت ويعني بننهل من بحر علمها الدكتورة راندا ظافر استشاري الاتزان والسمع بمستشفيات الشرطة. منورين الاستديو فندم. الله يخليك. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا. منوره دكتوره سناء، اهلا وسهلا. التقينا مع حضرتك قبل كده من سنه تقريبا، امتعتينا بحديثك عن السمع وعن خبرات حضرتك في هذا المجال والخدمات اللي بيقدمها معهد السمع والكلام بمبابا كاحد القبلات اللي بيزورها الاف المريدين كل سنه كل يوم يمكن للتخلص من مشاكل ضعف السمع. تمام يا دكتور، اهلا وسهلا. خلينا الاول نتكلم عن تأثير السن على السمع. دايما المشاهدين بيتكلموا عن هو انا ليه لما بكبر سمعي بيتقل، هو انا ليه لما بكبر شويه بحس ان انا ودني تقيله وبتوش ومش سامع ولادي كويس. تمام، كلمينا دكتوره سناء عن هذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا التقدم في العمر بيأثر على حاجات كتيره جدا في الجسم، مش السمع بس، بيأثر على حاجات كتيره، والسمع من ضمن الحاجات اللي بتتأثر بالعمر. فما بيحصل الانسان يتقدم في العمر بيحصل اللي هو ايه تاثير السن على كل جزء في الجهاز بتاع السمع، من اول الاذن الخارجيه والاذن الوسطى والاذن الداخليه. المريض اللي هو بيبدا يكبر شويه في العمر بيحس فعلا بالاعراض اللي حضرتك بتقول عليها، انه مش سامع كويس او مش عارف يفسر كويس او الكلام ده كله. ده نتيجه تاثير طبعا السن على الخلايا الحسيه العصبيه اللي موجوده اهم حاجه فيها اللي هي في الاذن الداخليه، فبتبدا تتاثر هذه الخلايا وبيبدا طبعا الكفاءه بتاعه السمع بتقل مع التقدم في العمر. فممكن يبقى سامع ومش مفسر طبعا، لان التفسير معتمد على الجزء الاهم اللي هو المخ، لان احنا اصلا بنسمع بمخنا مش بودان. طيب الودان سناء، يعني ننتهز الفرصه دي ونتفرج كده على فيديو يمثل كيفيه السمع عند الانسان وانت بتشرحي كده، نشوف هذا الفيديو للساده المشاهدين برضو يتابعوا معانا القصه. اتفضلي. اتفضلي حضرتك كملي. تمام يا فندم. فطبعا الجزء اللي بيفسر الكلام اللي هو اساسا اللي هو جزء السمع اللي خاص بالسمع اللي هو في المخ. فهو من اول بقى ما يبدا الانسان يكبر في العمر من بعد الأربعين او من بعد الخمسين، وكفاءه العصب او الخلايا المستقبلات الحسيه اللي هي موجوده في قوقعه الاذن بتبدا تتاثر مع السن. فطبعا التوصيل المعلومات للعصب السمعي احنا بس بيقل شويه لحد ما يوصل لمركز السمع في المخ، فالتفسير بيقل والسمع بيقل. تمام، ده فيديو طبعا توضيحي لكيفيه وصول السمع من اول صوان الاذن ثم الاذن الوسطى ثم بعد كده هو بتوصل المستقبلات في القوقعه ثم العصب ثم بعد كده الجزء الخاص بالسمع في المخ والخاص بقى بتفسير الكلام. احنا كده بنتكلم عن الاذن الوسطى يا دكتوره راندا، ودي العظيمات الصغيره اللي هي اصغر عظيمات في الجسم وبتتحرك نتيجه حركه طبله الاذن. اتفضلي يا دكتوره راندا كملي كده. بالنسبه للصوت لما بيدخل الاذن الوسطى زي ما احنا قلنا قبل كده ان هو بيحصل له تضخيم عن طريق عظيمات الاذن الوسطى اللي هو الركاب والسندان. ممكن نعيد الفيلم تاني بس او نكمله؟ تمام ماشي. اتفضلي يا فندم. اتفضلي يا دكتوره. بيحصل تضخيم للصوت وبعد كده بينتقل الى القوقعه، قوقعه الاذن اللي في الاذن الداخليه، وبيبتدي بتحول الحركات او الموجات الصوتيه الى موجات كهرومغناطيسيه بتبتدي تنتقل عن طريق الالياف العصبيه الى الدماغ اللي فعلا اللي عن طريقه بيبتدي تفسير الكلام. ونشوف معنى الكلام ايه واتجاه الصوت اذا كان جاي لنا من اليمين او من الشمال، برضو دي خاصيه من خواص السمع. لكن يا دكتوره سناء، هل لو السن الكبير وفقد جزء من السمع هل من الصعوبه استرجاعه مره اخرى او من المستحيل استرجاعه؟ هو مش من المستحيل يعني، هو بس حضرتك الكفاءه بتاع نفسها بتاعت المستقبلات الحسيه في القوقعه، الكفاءه وكفاءه العصب وكفاءه المخ في التفسير بتقل طبعا مع تقدم العمر. تمام، لكن هي ككفاءه، لكن هو ممكن يبقى سامع بس التفسير هو اللي بيبقى فيه مشكله. ده اللي بيقوله الفيلم اعتقد. شوف الطفل الصغير سامعه كويس قوي، دي بيتكلم عن الجينات الوراثيه احيانا بتبقى ليها دور مؤثر على السمع
وبيبقى في العائلة كلها تقريبا عندهم ضعف سمع، تلاقي في العامة في الخالة. هل فعلا هذا الكلام يا دكتورة سناء؟ اه طبعا حضرتك، في ما هو مسجل طبعا في كل الكتب ان في امراض وراثية بتأثر على السمع بتبقى موجودة، ودي امراض وراثية بتبقى خاصة، بتبقى في الاجيال بتاعت العيلة كلها، بتبقى اما جين سائد او جين متنحي، طبعا بيتوارث الاجيال من الاباء والكده حضرتك، فده موجود ومسجل. الضعف يا دكتورة سناء بينقسم توصيلي وضعف سمعي حسي عصبي وضعف سمعي مختلط. تمام. كلميني كده عن ضعف السمع التوصيلي، لان كتير من الناس لما بيجيب لنا التقرير بتاعه مكتوب ان هو conductive hearing loss بيبقى مش عارف يعني ايه سمع توصيلي. بس حضرتك ربنا سبحانه وتعالى، هو معظم الناس فاهمه ان احنا عندنا اذن واحده بس اللي الاذن الخارجيه، والكلام ده مش مظبوط. احنا الاذن بتنقسم الى ثلاثه، اذن خارجيه، اذن وسطى، واذن داخليه. الاذن الخارجيه اللي هي صوان الاذن وقناه السمع الخارجيه، ثم الطبله، ثم الغشاء، بعد كده الاذن الوسطى اللي هي فيها ثلاث عظيمات اللي الدكتوره رند قالت عليها، ثم بعد كده قوقعه الاذن والعصب، ثم الى المخ. لما بيحصل مشكله في كل حاجه ليها مسمى. يعني مثلا حضرتك لو في مشكله في صوان الاذن او في قناه السمع، في شمع موجود في قناه السمع، او في مشاكل في الاذن الوسطى ارتشاح ورا طبلة، او في مشاكل وراثيه مثلا في العظيمات بتاعه الاذن الوسطى نفسها فيها مشاكل، فده اسمه سمع توصيلي، ضعف سمع توصيلي. لان المشكله بعيده عن العصب، المشكله في مجرى السمع من اول الاذن الخارجيه ثم الاذن الوسطى. لو في اي مشكله في المسارين دول بنسميه ضعف توصيلي. لكن لو بدات بقى المشكله تبقى من القوقعه او اللي هي المستقبلات الحسيه في القوقعه او العصب بنسميه ضعف سمع عصبي حسي. طيب خلينا يا دكتورة راندا بس نتكلم عن ضعف السمع الحسي العصبي. يعني امتى احنا نفسر ان هذا المريض ضعيف سمع من الحسي العصبي او من القوقعة والمستقبلات في المخ؟ طبعا احنا بيجي لنا المريض بيقول انا حاسس ان انا ما بسمعش او حاسس بطنين، بنبتدي نعمل له مقياس سمع، بنشوف ان في عنده ضعف يا اما في كل الترددات السمعيه يا اما في جزء منها. تمام. الترددات السمعيه عندنا في ترددات منخفضه ومتوسطه وعليا، ساعات بيجي لنا ضعف في كل الترددات، دي بيبقى ضعف في العصب السمعي، في الغالب بيبقى نتيجه لامراض كتيره زي امراض فيروسيه او امراض بكتيريه او بعض اخذ بعض الادويه. دكتوره راندا اسمحك بس ناخد ام محمد من الجيزه. ام محمد احنا سامعينك، اتفضلي. السلام عليكم. يا اهلا وسهلا يا فندم، اتفضلي تحت امرك، اموري. لو سمحت يا دكتور بعد اذن حضرتك. اتفضلي. انا عندي وش في ودني اللي هي الشمال بقاله 20 سنه. 20 سنه تمام. اه ومش لاقي له علاج، وعملت قياس سمع، وعملت ضغط سمع، وعملت حاجات كتير قوي. طيب خليكي معانا. لحد دلوقتي ايه؟ طيب خليكي معانا، ما تقفليش المحطه ولا القناه دي كلها افاده للمواطنين على مدار 24 ساعه. دكتوره سناء هترد على حضرتك وانا برضه هرد على حضرتك، اتفضلي دكتوره سناء. اه بس دكتور حضرتك لما بيبقى في طنين في ناحيه واحده من الاذن فلازم طبعا نعمل كذا فحص، مش فحص واحد بس. طبعا لازم نعمل مقياس السمع في الاول ونشوف هل في ضعف سمع مصاحب لهذا الطنين ولا هو طنين من غير ضعف سمع، دي اول خطوه. بعد كده لو هو على حسب درجه ضعف السمع، لو هو ضعف بسيط او متوسط، بنعمل حاجه اسمها اختبار للعصب عن طريق جذع المخ، ده بيبقى عن طريق حاجه اسمها اي بي ار. هنشوف هل في حاجه ضغط على العصب دوت بالكشف اللي هو اي بي ار ولا لا. طبعا لو درجه ضعف السمع كانت مع كبير يعني شديده وفي ناحيه واحده بس زي ما ام محمد بتقول، فطبعا في الحاله دي بيبقى ممكن احتمال يكون والناحيه الثانيه طبعا سليمه، فكده بقى اسمها ايه يعني مش متساويين خالص في مقياس السمع. فلازم نعمل خطوه مهمه جدا وهي لازم نعمل رنين. رنين بالصبغه علشان يقدر الله ممكن تكون في حاجه ضغطه على العصب وهي اللي عامله الطنين ده، لان ضعف السمع دايما بيبقى مصاحب بطنين سواء كان في العصب او حاجه ضغطه على العصب. كتير من دول يا دكتوره سناء بيستريحوا قوي مع السماعه الطبيه او التينيتس ماسك، يعني انت عارفه حضرتك ان في سماعه النهارده اقدر احطها في ودني ما اقدرش احس خالص بالطنين ويختفي هذا الطنين، هي بتعمل ماسكينج لهذا الطنين. تمام. يا ريت الدكتوره راندا تكلمني عن القصه دي. احنا في عندنا سماعات انواع كتيره قوي، منها السماعات لضعف السمع وسماعات لعلاج الطنين. السماعات اللي بتستخدم لضعف السمع بتتظبط على حسب ضعف السمع الموجود، اذا كانت للضعف البسيط او المتوسط او الضعف الشديد. وبالنسبه في سماعات تانية بتبقى خاصه بضعف السمع في ترددات الاصوات العاليه بس. في سماعات داخل الاذن، في سماعات خلف الاذن، على حسب الاحتياج المريض ليها وعلى حسب قوه السماعه، وممكن ناس تفضل اللي داخل الاذن وناس تفضل اللي خلف الاذن. الاطفال مثلا بنستعمل لهم خلف الاذن. تمام. ام محمد حضرتك يا ريت تكوني لسه سامعانا، احنا في برنامج مدير المستشفى بنقدم فرصه لحضرتك ولكل المشاهدين اللي سامعيننا ان احنا بنقدم سماعه طبيه في كل حلقه من حلقاتنا.
وهنعرض دلوقتي مقياس السمع وضغط الطبله لاحد المواطنين اللي بعتوا لنا، وهنقول لحضرتك ان احنا بنساعد اي مواطن غير قادر او ما يقدرش ان هو يدفع ثمن السماعه. الشركات الراعيه للبرنامج بتقدم خصم يصل الى 50 و60%، واحيانا لو الحاله يعني لا تستطيع انها تجد هذه السماعه او تجد ثمنها، احنا بنقدمها مجانا من خلال برنامج مدير المستشفى. فحضرتك خليكي معانا، ولو حضرتك برضو سمعت الدكتوره سناء في شويه فحوص زياده شويه، اذا كانت هذه الفحوص مكلفه اعتقد ان معهد السمع والكلام بيعمل هذه الفحوص ب يعني رمزي، بسعر رمزي او بمقابل رمزي. اه طبعا يا دكتور، لان ده حكومه وزاره الصحه. كلام حضرتك مظبوط يا فندم. تمام. طيب نشوف كده احد الساده المواطنين اللي كانوا بعت لنا تخطيط سمع ومقياس ضغط طبله ونرد عليه. هو من المنوفيه، من محافظه المنوفيه مدينه تلا تحديدا، هو كان بعت لنا وكان محتاج نرد عليه في البرنامج. يا ترى موجود رسم السمع؟ طيب معلش يا دكتوره، هو ده تقريبا الدياجنوزس او ريكومنديشن. نشوف اول ورقه والنبي المخرج استاذ وليد عماره. تمام، ممكن بس حضرتك تفوكس الشاشه على الكيرفات اللي هي فوق وتحت دي، ونشرح للساده المشاهدين احنا شايفين ايه في المواطن اللي بعت لنا وبيقول انه محتاج سماعه. اتفضلي يا دكتوره سناء، اتفضلي. هو كده بس كده؟ تمام. طبعا هو درجة ضعف السمع هنا درجة ضعف متوسط توصيلي في الأذنين. تمام، دي أول نقطة. النقطة الثانية بقى، بنبص على ضغط الأذن بنلاحظ هنا في الرسم المحطوط على الشاشة إن هو فلات، يعني إن هو في ارتشاء رطبة الأذن. تمام، ففي الحالة دي لازم نعمل كذا خطوة مهمة. أول خطوة لازم طبعا المريض دوت يكون متابع مع دكتور أنف وأذن، لأن ده معناه ارتشاء خلف طبلة الأذن، وهو اللي عامله ده درجة الضعف من السمع، وياخد علاج طبعا ويتابع معانا ومع دكتور الأنف والأذن. هل العلاج ده هيجيب نتيجة ويحسن الارتشاح رطبه الاذن، ولا مهما ياخد علاج يفضل الارتشاح ده موجود وبعد كده اصبح الارتشاح ده مش هيروح بالعلاج فادى الالتصاقات، وفي الحاله ديت مهما ياخد علاج مش هيبقى فيه نتيجه، فبنخش بعد كده على الخطوه اللي بعديها وهي لبس السماعه. لكن في الحاله دي لازم يتابع الاول مع انف واذن. تمام. اتمنى ان الـ 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 الاخ العزيز، هو سنه تقريبا 61 62 سنه، ده اللي انا قريته في الـ في التخطيط السمع بتاعه، اتمنى ان هو يكون سامعنا ويتابع مع احد الاستشاريين الانف والاذن والحنجره، وانا اتمنى ان هو يكون قريب مني ارحب بيه وعلى عيني وعلى راسي. ولكن لو هو في المنوفيه وتلا تحديدا يشوف حد هناك، واذا قررنا في النهايه ان هو محتاج سماعه ثق تماما ان من خلال برنامج مدير المستشفى سماعتك هتكون موجوده معانا ان شاء الله من الشركات الراعيه، سواء بتخفيض كبير او سواء مجانا ان شاء الله. نخش يا دكتوره سناء على موضوع ضعف السمع المزدوج. كتير برضو من الساده المشاهدين والساده اللي بيزورونا في عياداتنا يقول لك انا عندي ضعف مزدوج، انا توصيلي وحسي وانا مش عارف اعمل ايه. تمام، هو غالبا الناس اللي بتبقى فتره طويله جدا عدى على ضعف السمع دوت، فاصبح بقى المشكله ما بين الاذن الوسطى وما بين العصب، يعني في مشاكل في الاذن الوسطى ومشاكل في العصب في نفس الوقت، فبنسميه مختلط، يعني جمع ما بين الاثنين. تمام. ففي الحاله دي بقى هو يعني لو المريض طبله الاذن عنده سليمه مفيش مشكله، في الحاله دي بقى يبقى التدخل هو تدخل السماعه فقط، السماعه الطبيه. اه طبعا، دي بتبقى هي يعني الحل الامثل بالنسبه لحالات الضعف السمعي المزدوج. اعتقد دي قريب للحاله اللي احنا شفناها، ولا دي عشان فيها ايربون جاب كبير؟ لا، عشان فيها لازم ارتشاح رطبه الاذن فمحتاج علاج الاول قبل قرار السماعه. لكن لو ثبت ان ده موجود لفتره طويله ولن يستطيع ان هو يتحسن بالادويه، يبقى هنركب سماعه على هذا الواضح. تمام، بس هي في بس نقطه، هو فضل. ممكن يكون عنده الحاله اللي حضرتك بتوصفها دي ناس بتبقى عندها، والمرض مشهور قوي في مصر اسمه تيبس في عظمه الركاب. تمام، فساعتها ما بيبقاش في ارتشاح رطبه الاذن ولا حاجه، بتبقى ضغط الاذن عادي وكل حاجه. وبيبقى بيوصل بقى من توصيل الى مزدوج، لان ساعتها الموضوع بقى مطول معاه جدا. تمام، ففي الحاله دي بقى لقرار عمليه نغير عظمه الركاب، وفي ناس بقى بتفضل السماعه. على فكره تغيير عظمه الركاب ده اصبحت من العمليات المشهوره جدا وعمليات الشائعه، واصبحت ما هياش برضو فيها خطوره كبيره بالزبط. زي زمان، وبترجع السمع بشكل غير عادي. هنتكلم في القصه دي، بس انا عايز اخد الدكتوره رندا تكلمني عن تاثير الكوفيد 19 اللي هو دلوقتي يعني ايه كل العالم بيتكلم عنه على موضوع السمع. هل في تاثير يا دكتوره رندا على الكورونا المستجد على حاسه السمع تحديدا؟ احنا طبعا خدنا حاسه الشم والتذوق واتكلمنا فيها كتير في حلقات سابقه، ولكن احنا عايزين النهارده بنتكلم في قصه السمع، هل في تاثير يا دكتوره؟ هو فعلا في ابحاث كتيره ومؤتمرات حضرناها بيقولوا ان الكوفيد 19 فعلا بيأثر على السمع وبيعمل طنين وبيعمل ضعف فجائي في العصب السمعي. فسروا الحاجات دي بان الكوفيد بيعمل كذا حاجه، اول حاجه ان الكوفيد بيحب او رصدوا ان هو موجود في خلايا
المبطنه للرئتين. الخلايا المبطنه للرئتين دي لقوا ان ليها مثيل بالظبط زيها موجوده في الاذن الداخليه. فهم ربطوا بين ان الكوفيد زي ما بيقعد في الرئتين برضو بيصيب الاذن الداخليه وبيعمل فيها تلف وبيأثر على السمع. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان هو بيعمل جلطات في الاوعيه الدمويه. فليه ما يكونش بيعمل جلطات في الاوعيه الدمويه الدقيقه اللي موجوده في الاذن الداخليه وبرضو يعمل فيها تلف ويأثر عليها ويعمل ضعف سمع. كمان لاحظوا ان مرض الكوفيد بيتميز بان هو مرض التهابات، يعني مرض التهابي، فبيخلي الجسم يفرز مواد التهابيه كيميائيه اسمها السيتوكينات. السيتوكينات دي مواد معروفه ان هي سامه للاذن الداخليه، فبرضه بتعمل فيها تلف وبتموت الخلايا الشعريه اللي موجوده في الاذن الداخليه وبتؤدي الى فقدان السمع. لكن اعتقد لغايه دلوقتي هذا الموضوع تحت الدراسه. طبعا تحت يعني الدراسة. ولم يثبت فعليا ان الكورونا لها تاثير مباشر على حاسه السمع. كلها تحت الدراسه. في حالات بقى يعني مثلا لقوا في يعني اخذوا 3 جثث ميته من الكوفيد وعملوا فيها فحص ودراسه، فلقوا ان في 2 منهم فيروس الكورونا موجود في الاذن الوسطى وفي العظم الصدغي اللي موجود خلف الاذن، وده بيبقى محيط بالاذن الداخليه. وفي نفس الوقت عملوا اختبار على 138 شخص مصاب بمرض الكوفيد بعد 8 اسابيع من علاجه، لقوا ان 13% منهم اصيب بطنين وضعف في السمع. وفي واحده برضو جالها طنين وضعف فجائي في السمع، حللت لقت ان عندها كوفيد بوزيتيف. وفي تايلاند دي اخر حاله، ان في تايلاند لقوا في حاله برضو اكتشفوا ان عندها ضعف في السمع وهي برضو كوفيد. تأثير كوفيد 19. دكتوره انا بس دكتوره سمر عايز يعني اسال حضرتك دكتوره سناء على قصه الامراض الفيروسيه وتاثيرها المباشر على السمع. هي دكتوره رندا اتكلمت عن الكوفيد وده كله ده محل دراسه، لكن احنا عندنا حاجات مثبته في الميسلز وغيرها. تمام. هو طبعا حاجات مثبته زي ما حضرتك، حاجات علميه كتير مثبته في تاثير الفيروسات على السمع، ودي مجموعه كبيره جدا من الفيروسات، منها الحصبه والحصبه الالماني والحاجات كتير، يعني فيروسات كتير جدا بتاثر، واللي هو الحزام الناري ومرض تضخم الخلايا واللي هو بتاع يعني، وفي طفيلات كتير برضك بتاثر على ضعف السمع. فبتعمل بقى حضرتك ضعف سمع لا اما فجائي لا اما تدريجي على حسب بقى شده الفيروس. بس من اشهرها اللي هو طبعا ضعف سمع فجائي، بيجي المريض عنده ضعف سمع فجائي من الفيروس، وبعد كده بنعمل بقى بقيه الفحوصات ونشوفه. في حاجات بتبقى ملهاش اثباتات علميه لحد دلوقتي. يعني دلوقتي الام اللي ابنها بيجي له حصبه وده يعني كل يوم بنقابله، تمام، هل تجري اختبار سمع لابنها ده بعد ما يتم شفائه من الحصبه خوفا من ان يكون الحصبه دي اثرت على السمع، ولا نسب قليله قوي؟ لا، هو في نسبة طبعا بتبقى من 3 من 10 لواحد ل10، يعني واحد من 3 من 10 بس. هو طبعا هي مش هتروح الا لو في شكوى، يعني لو طفل جاله مثلا حصبه او حاجه هي بردك، او اللي هو الغده النخاميه، لازم الام طبعا لو الطفل ما اشتكاش هي لو عايزه تطمن تعمل له مقياس سمع بردك بعد الايه الحصبه. او دكتوره رندا انا عايز اعرف من حضرتك، الساده المستمعين برضو دايما بيسالوا ايه التاثير المباشر للايربيس والهيدفونز والموبايلز اللي طول الوقت بنستخدمه والايربودز، ما هو تاثيرها على السمع مباشره؟ طب في البداية احنا عندنا معدل السمع الطبيعي اللي الودن تقدر تستحمله بيوصل لغاية 75 ديسيبل. فوق ال 85 ديسيبل اللي بيعتبر. دكتورة رندا ثانية واحدة بس ناخد أم أسامة. يا ست أم أسامة سامعينك، اتفضلي. معايا ثانية، عايزة أكلم الدكتور. معاكي الدكتورة، اتفضلي سامعينك. ماشي ماشي، ازيك يا دكتورة؟ أهلا وسهلا. الحمد لله كويسين. خليك حبيبتي، أنا معايا ولدي كبير سنة بس هو مولود معاكي يعني. تمام. اي حاجه دكتوره وصلها له يفلت فيها يروح للموت. ما عرفتش ايه اللي جالي يعني على كبر يعني الايام دي بيفلت تلقى يروح للموت. اقعد اشاهد له واعمل له بس ايه حتى يعني بطلت اوصل رز وبطلت اوصل اي حاجه بتخليه يفلت. بنت في الاخر يفلت. بيحصل له ايه يا حاجه؟ ها؟ ايه اللي بيحصل له بالظبط؟ يعني بيفلت في الليل في الاكل. يشنق. انت من فين يا حاجه؟ انا من اسوان. يا مرحبا يا ستي، حاضر خليكي معانا ما تروحيش اي مكان هنرد عليكي. بيحصل له شرقان، والشرقان ده بيوديه للموت، وكان قبل كده كويس وعنده 40 سنه مش كده؟ وانت بتقولي ان هو يعني ايه ذو القدرات الخاصه او يعني ايه معاق مش كده برضو؟ تمام تمام ماشي، اتفضلي يا دكتوره سناء. هو غالبا هي تقصد ان هو عنده مشكله في البلع،
يعني هو لما بيجي يبلع او اي حاجه بيشرق، فهو دوت لازم الدكتور تخاطب لانه هيعمله منظار حنجري ويشوف سبب المشكله دي ايه، فده محتاج حد تخاطب يعني يكون حد كويس في امراض التخاطب علشان يعمله منظار حنجري طالما بيشرق مع الاكل. فهو مش تخصصنا يعني. لا يعني انا قصدي ما هو ممكن يكون يا دكتوره ده اسوفيجيال ريفلكس، يعني ممكن يكون جيرد عيان من اللي هم عندهم ارتجاع في المريء، واحيانا ده بيبقى عنيف جدا لدرجه فعلا ان الواحد بيصحى من النوم مش قادر يكمل نوم وبيسحب خنقه، ولا يا دكتوره رندا؟ صح تمام، ممكن يكون اسوفيجيال ريفلكس، ممكن يكون شلل او ضعف في اللهاه فما بتقفلش كويس اثناء البلع فبيشرق ان الاكل بيروح القصبه الهوائيه بدل ما بينزل على البلعوم. تمام. ممكن تكون مشاكل في الطنج ذات نفسه، انه قاعده الطنج كبيره، اللسان قاعدته كبيره او مشاكل فيها نتيجه لو هي بتقول ان هو ذو اعاقات يعني. ففي كذا حاجه بتشترك بين الانف والاذن وبين التخاطب. تمام. دكتوره رندا معانا ام خالد من اسوان. يا اهلا وسهلا ست ام خالد، عليك السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا اتفضلي. يا دكتور وداني انا بحس بالليل بس زي موز كده بتاع بحر طنين؟ وداني بحس فيها زي موز كده. طب انت سنك كام يا ستي؟ سن كام؟ سن 30. بتعاني من ضغط او سكر؟ لا. ودن واحده ولا الاثنين؟ لا انا بحس دايما في الودن الشمال كده الشمال بس في الليل بس بسمع. طب هل معاها دوخه؟ هل في دوار معاها؟ بيجي بعد الساعات احيانا بيجي دوار. طب خليكي معانا ما تروحيش اي مكان، اتفضلي يا دكتوره سناء. بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا الحاجه طالما بتحس بالطنين دوت مع النوم فدوت بيبقى مرتبط اكتر بالهدوء، لان مع لو الناس اللي بتبقى مثلا عندها نسبة بسيطة من ضعف السمع أو ما عندهاش نسبة خالص بس عندها طنين والطنين دوت بتحس بيه أكتر في الهدوء فممكن يكون عندها نسبة ضعف بسيطة، طول ما هي قاعدة موجودة وسط الناس أو وسط الناس ما تحسش بيه غير في ساعة الهدوء. تمام. وهي بتقول ساعة بالليل. تمام. فهو ممكن يكون عندها نسبة ضعف، فلازم طبعا نبدأ نعمل اختبار سمع ونشوف حضرتك إيه السبب اللي عامل لها. تمام. ممكن يكون ضعف سمع ما بيظهرش غير في الهدوء التام مع النوم. وتستفيد من سماعة طبية لو كان قصة ضعف طبعا سمع. تستفيد لو هو استريح. علاج رقم واحد ضعف السمع هو السماعة. تمام. لو ما فيش بقى أدوية هترجع السمع تاني يبقى لازم سماعة. طيب خليكم بس معانا السادة المشاهدين، زي ما قالت الدكتورة سناء لو ضعف سمع محتاج سماعة، والبرنامج بيقدم السماعة يا خصم 50% يا مجانا لغير القادرين وعلى عيننا وعلى راسنا، والمشاهدين بيتصلوا بينا واحنا تحت امركم، البرنامج ده معمول لخدمتكم مش لأي حاجة تانية. خلينا نكمل يا دكتورة رندا قصة الموبايل اللي طول النهار في ودن ولادنا والايربودز اللي حاطينها، وهل ده ليه تأثير مباشر على السمع ولا لا؟ بالنسبة زي ما قلت ان معدل السمع الطبيعي لو عدى لو الصوت اللي احنا بنسمعه عدى 85 ديسيبل فاحنا دخلنا كده في صوت ضار وخطر على الاذن، اللي هي بنسميها الضوضاء او الاصوات او الضجيج او الاصوات المزعجه. من ضمنها ايه؟ من ضمنها السماعات، من ضمنها اللي هو الموبايلات، من ضمنها الحاجات دي كلها، لان دي ترددات عاليه جدا بتدخل مباشره على الاذن وبتعمل الاذن الوسطى بتعمل تضخيم ليها كمان زياده وبتدخل على العصب السمعي مباشره، زي بالظبط ما نكون بندخل صوت انفجارات على العصب السمعي. يعني احنا دلوقتي عايزين نواجه بس رساله للامهات والابهات اللي يعني ابنه او بنته بتقول له انا عايز الايربود وعايز احط سماعه وهو شايفها اليوم كله حطها. صح. عايزين رساله ليهم يعني نحاول ان احنا يعني ما نخليهمش يستعملوها فتره طويله. تمام. يوطوا الصوت. تمام. نتابع دايما ان هم بين كل يعني ماكسيمم تكون مثلا مده بسيطه وبعد كده في راحه وبعد كده يعني ماكسيمم في اليوم ما يزيدش عن 4 ساعات. تمام. اليوم كله ما يزيدش عن 4 ساعات. طب والناس يا دكتوره بتشتغل في كول سنتر ودي اصبحت مهنه النهارده لكتير من شبابنا واولادنا واخواتنا، يعملوا ايه؟ يقللوا من مده العمل يعني احنا. أيوة. يعني هو الرولز اللي متفقين عليه عالميا ان لو قوه الصوت 85 ديسيبل مده العمل تكون 8 ساعات، لو زادت 3 ديسيبل 8 ساعات متواصله ولا يعمل بريك في النص؟ في بريك طبعا. قد ايه بقى يا دكتوره؟ ما انا عايز البريك بيبقى في حدود الساعه. ساعه. يعني اخواتنا واولادنا اللي بيشتغلوا في كول سنتر اشتغل 8 ساعات بس، دي الرولز العالميه بتقول كده، ولازم تاخد بريك على الاقل ساعه يا نصين يا اما ساعه مره واحده، ما تخليش ودنك على طول مع الاير بيس او مع السماعه. والرولز الثانيه بتقول ان احنا لو كل 3 ديسيبل زياده عن ال 85. أيوة. ديسيبل بنقلل مده العمل النص. يعني ايه؟ يعني لو مثلا وصلنا ل 88 ديسيبل الضوضاء اللي حوالينا. تمام. يبقى احنا مده العمل هتبقى 4 ساعات فقط مش 8 ساعات. هو الضوضاء اللي حوالينا مش بتعتمد برضو على صوت العميل اللي بيكلمه في الهيدفون؟
اكيد اكيد، لان كل دي اصوات يعني برضو مباشره. برضو يعني ايه، رفقه باخواتنا اللي بيشتغلوا كول سنتر، ما تزعقوش وانتم بتكلموهم، هم برضو ولادكم عشان سامحوا. معانا الست فايزه من كفر الشيخ، اهلا وسهلا ست فايزه، اتفضلي. والدتي عندها 75 سنه، 78 سنه، ربنا يديها الصحه ويخليها لك. نعم الله يخليك. فكنت عامل لها سماعه في كفر الشغل الاستاذيه، هو السماعه عطلاني وخدوها وقال عايزين 2000 جنيه وانا معيش فلوس، فجبتها تاني يمدنها لي قطع النفس خالص. رحت لهم النهارده يا جماعه قالوا هي كده خربانه. يعني السماعه باظت؟ السماعه باظت؟ باظت خالص. احنا عنينا ليك يا ستي، ابعت لنا رسم السمع بتاع والدتك ومقياس ضغط الطبله احدث حاجه، واحنا ان شاء الله مع الشركات الراعيه للبرنامج هنقدم لك السماع وهتيجي تستلميها هنا من مدينه الانتاج الاعلامي لوالدتك، ربنا يخليها لك. تحت امرك ستي، عرسنا من فوق. دكتوره سناء، انا عايز برضو اخد رايك في موضوع الفحص السمعي لحديث الولاده، وده اصبح النهارده هاجس عند الامهات. انا رحت عملت الفحص وقالوا لي راجعي دكتور او دكتوره انف واذن ولا سمعيات، لان احنا شايفينه نيجاتيف، ويبقى عندهم هاجس شديد، لا يكون شمع ولا يكون ضعف، والواد يسمع ولا ما يسمعش، ولما هيكبر هيسمع ولا لا. كلمينا عن الموضوع ده يا دكتور. احنا سبق واتطرقنا الموضوع ده قبل كده يا فندم مع حضرتك في الحلقه السابقه. ده الكلام ده زمان، هو في حد فاكر يا دكتور؟ ما انا عايز حضرتك افكر حضرتك وافكر الساده المشاهدين. بص حضرتك، هو برنامج المسح الشامل دلوقتي بقى حضرتك سالتني معمم في وزاره الصحه، وفعلا السيد رئيس الجمهوريه عممه على وزاره الصحه دلوقتي بقى اجباري فعلا زي كل التطعيمات. هو حضرتك بنبدا الاول بحاجه اسمها المسح الشامل لكل الاطفال حديث لسه الطفل المولود دلوقتي، حاجه اسمها انبعاث صوت القوقعه. انبعاث صوت القوقعة بنبدا حاجه كده جهاز صغير كده بيتحط جوه الاذن، وبيعرف ان الطفل اذا كان بيسمع ولا ما بيسمعش. لنفرض ان النتيجه طلعت نيجاتيف، ان هو الطفل ما بيسمعش، دوت ما يخدش الاهل خالص، ده ممكن يكون نتيجه الولاده في حاجات افرازات موجوده في الاذن الخارجيه بتاعه الطفل، فنستنى كمان اسبوع ونعيد لحد، وبعدين نعمل حاجه اسمها ضغط اذن، لان لو ضغط الاذن طلع مثلا في ارتشاح رطبه الاذن او في افرازات في قناه السمع الخارجيه، فده كل دوت بيطلع نتيجه نيجاتيف. فما نستعجلش على ايه نطلع قرار ان الطفل ما بيسمعش، نصبر ونستنى شويه لحد ما الطفل، لا نفرض ان هو ما فيش الحاجات دي كلها، لا في افرازات وضغط الاذن سليم وبرضك النتيجه طالعه سلبيه. ففي الحاله دي بقى بنعمل حضرتك عندنا دوت اللي هو بقى البروتوكول اللي موجود، بنعمل حاجه اسمها رسم السمع عن طريق جذع المخ. بتعمل بعد كده، وبعد كده بنبدا نقرر بقى هل الطفل ده فعلا بيسمع ولا ما بيسمعش. فحضرتك ده بروتوكول موجود في وزاره الصحه اللي هو انبعاث صوت قوقعه، ثم بعد كده رسم السمع عن طريق جذع المخ. امتى الام تقلق وتقول انا ابني ده حاسس انه ما بيسمعش؟ حاجات كتير يا فندم. اول حاجه طبعا من الام نفسها قبل اثناء فتره الحمل نفسها واثناء الولاده، في مشاكل، في مشاكل في الحمل، في مشاكل في الولاده، الطفل زرق، الطفل صفار، اي حاجه، في عيوب خلقيه في الوجه الطفل نفسه. لو الطفل نفسه هل اتولد فعلا في ميعاده ولا الطفل بريماتور يعني قبل ميعاده، قليل في حجمه، كل الحاجات دي كلها. وانسي كل الحاجات الطبيعيه من اول 3 اشهر، مهم قوي. لو هي الام ما عملتش اللي هو المسح بتاع وزاره الصحه ده، وولدت في البيت، ولدت في اي حته، في ولدت في عياده خاصه وما عملتش المسح الشامل ده، بيبص بعد اول 3 اشهر الطفل بينتبه للصوت ولا ما بينتبهش، وهل هم عندهم تاريخ مرضي في العيله ان هو في حد عنده ضعف سمع ولا لا. يعني 3 اشهر اول انذار انا ابتدي احس ابني ده ولا بنتي سامعه ولا مش سامعه. بالظبط يا فندم، بشخليله جنبه، بصوت موبايل، باي حاجه يعني ايه تدي صوت، وهو ينتبه الطفل 3 اشهر. بالزبط. ما انتبهش، لا لازم تكمل بقيه الفحوصات بقى، تتوجه لمركز السمعيات او معهد سمع الكلام او اي مستشفى جنبها خاصه فيها وحده سمعيات، وتعمل بقيه الفحوصات كلها. طيب يا دكتوره، احنا بنواجه كتير امهات تقول لك انا الولد ابتدى يتكلم بس انا حاسه ان هو يعني ايه بيطنش. تمام. ما بيرضاش يرد عليا. إيه انا حاساه كده هادي قوي. تمام. هل ده مقلق وممكن يخلينا برضو نخش في اختبارات السمع ان ده سمعه ضعيف؟ ايوه يا فندم، احنا بيجي لنا اطفال كتير جدا في المعهد يقول لك الطفل ما بكلمه بيطنشني، بيبقى ماسك اللعبه بتاعته وقاعد بيتفرج على التلفزيون ونادي عليه ما يردش عليا. فكل الحاجات دي كلها تخلي الام تقلق، فلازم طبعا نطمن الاول هو بيسمع، وانس ان هو بيسمع يبقى الحاجات دي بقى في مشاكل تانية عند الطفل غير السمع. بس رقم واحد لازم نعمله مقياس سمع اللي هو عن طريق ايه جذع المخ اللي هو اسمه الاي بي ار. بعد كده بقى نبدا بقى احنا نفسنا نحوله بقى لدكتور خاص بقى بالحاله بتاعت الطفل، كل طفل وليه الحاله الخاصه بيه. ناخد الاستاذ حسن من سوهاج. استاذ حسن. السلام عليكم. يا اهلا وسهلا. عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا يا سيدي، اتفضل. ازيك يا دكتور؟ يا مرحبا، امر. كنت عايز اسال بس، انا عندي افرازات في الاذن. ايوه. كنت عملت لها غسيل من حوالي اسبوعين كده اهو،
ولكن يعني زي ما تقول ساعات كده يعني دايما كده احس فيه افرازات يعني بعد الغسيل. الافرازات دي عباره عن صديد ولا عباره عن حاجه زي العرق؟ لا حاجه زي العرق كده. زي العرق. بص 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 الافرازات دي افرازات طبيعيه، ده الشمع اللي هو بيبقى تكوينه طبيعي عشان يحافظ على طبلة الاذن وعلى الاذن الوسطى، فده طبيعي. لكن انت لما بتلعب فيه كتير بتحسه ان هو ايه يعني ايه لسه طري، فانت بتحاول تطلعه، انما هو ده افرازات طبيعيه طالما ملهاش لون ولا ريحه ولا مستمر عندك فاطمن خالص مفيش مشكله، وطبعا مش عامله الم ولا ضعف السمع، ما تقلقش من دي. دكتور رمضة، انا الحلقه اللي فاتت كنا اتكلمنا عن نعمه السمع عند الانسان، وانت قلتي لي ان نعمه السمع دي ربنا سبحانه وتعالى انعم بيها على الانسان وعلى مخلوقات اخرى كثيره زي الحيوانات وبعض الطيور، وانا جايب لك شويه صور كده، عايزك تقولي لي ايه قصه السمع عندهم وازاي هم بيستفيدوا بالسمع وبيدركوا ايه بيه. احنا كنا متصورين ان الانسان هو الوحيد اللي مدرك لحس السمع وبيقدر ان هو يتعامل معاه، فعايزين دي صوره للاصوات العاليه، يا ريت نشوف اصوات بعض الحيوانات. الدكتوره رندا احنا شغوفين ان احنا نسمع هذا الحديث منها، السمع عند الحيوانات والطيور لو موجوده يا استاذ خالد، عند حضرتك لو موجود كلميني عن موضوع السمع عند الحيوانات والطيور ده يا دكتور. هو احنا عموما السمع دي حاسه موجوده في كل الكائنات. ده دولفين يا دكتور. الدولفين، الدولفين من الحاجات الجميله جدا اللي ربنا خلقها، عندها نظام سونار داخلي. سونار، نظام سونار داخلي، دي من نعمه ربنا عليها عشان هي بتعيش في محيط كبير جدا، لازم تعرف الدنيا اللي حواليها، هي بتبعث موجات صوتيه فبتجيلها صدى من الاجسام اللي حواليها للموجات الصوتيه ديت، فبتعرف موقع وشكل وحجم الكائنات او الاجسام اللي حواليها حتى لو على بعد 1000 متر. ده الدولفين. ده الدولفين. طب ده تعبان. ده التعبان، التعبان بقى ما عندوش لا اذن خارجيه ولا طبله اذن، لكن عنده هيكل اذن داخليه وقوقعه اذن ممتازه بتخليه يعرف الصوت اللي جاي على يمينه ولا على شماله، وبيقدر يعني ايه يتحسس يتحسس الاهتزازات اللي حواليه، ويقدر ياخد فريسته من البيئه اللي حواليه المحيطه بسبب السمع. سبحان الله. ده خفاش. الخفاش. ده الخفاش مشهور جدا. ده الخفاش ده ملك السمع. وطوات. ده اللي جاب لنا المشاكل. ده ملك السمع الفائق للثدييات. ازاي بقى يعني دكتور؟ لا ارجع لنا الخفاش والنبي يا استاذ خالد عشان اكتر دكتور. حاجه اكتر كائن ثدي بيسمع في الثدييات كلها، ربنا رزقه باذن خارجيه وباذن وسطى وبطبله اذن وقوقعه، وبيقدر يسمع اصوات عاليه جدا عشان يعني سبحان الله ربنا عوض عليه بنعمه السمع لان هو ما بيشوفش، فبيقدر ان هو يبعث الاصوات وبرده بترتد ليها بنفس النظام اللي هو الايه السونار، بنفس يعني زي الدولفين، بس سبحان الله ده في الجو والايه والدولفين في الميه. ده قط. القطط، القطط حاجه جميله جدا ربنا خلقها، ودنها لوحدها فيها 32 عضله عشان تقدر تلف 180 درجه فتعمل زي كده ايه رادار لكل الاماكن، الاصوات اللي حواليها، وتقدر تجمع الاصوات كلها وتميز الاصوات، وليها ترددات بتسمع ترددات فوق سمعيه او فوق صوتيه بنسميها الالتراسونيك، بتوصل من 45 هرتز لغايه 64000 هرتز، عالي يعني جدا. صوت عالي جدا. ناخد الحمام. الحمام من الحاجات الجميلة جدا اللي بتسمع ترددات انفراسونيك، يعني تحت صوتية اقل من بتاعتنا بكتير. احنا السمع بتاعنا بنسمع من 20 هرتز لغاية 20000. تمام. هي بقى بتسمع 16 من اول 16 هرتز اقل مننا. اقل مننا. اصوات يعني واطية جدا، وبتقدر ان هي الاصوات دي بتسمعها من الجو عشان هي بتطير، فعشان تتجنب الانفجار البراكين والرعد والحاجات المحيطه في الجو فتحمي نفسها. الفار. الفار، الفار ده من الحاجات المجننانا كلنا، ده عنده دان كبيره اهي بتسمع كويس جدا، وبتسمع اصوات فوق صوتيه عاليه جدا برضه زي الحمام. بتوصل لغايه 91000 هرتز. يعني من الحاجات اللي بتخلي الاختفاء من اقل صوت. ده مجرد بس يسمع صوت احنا مش سامعينه اساسا طبعا. هو بيسمع الاصوات العاليه جدا وبيختبئ، وعشان كده كانوا عاملين اجهزه ذات ترددات فوق صوتيه لطرد الفيران. ايوه. بتاذيها فبتخلي الفيران تجري وتبعد عن المنطقه. تمام. بتحس ان في يعني قلق او في او بتعمل تحذير ليها يعني. سلحفه. السلحفه، السلحفه
كائن ليه طبعا برضو اذن، وبيسمع برضو اصوات جميله جدا عشان برضو يستخبى جوه القوقعه بتاعته دي، وعنده اذن خارجيه واذن داخليه وقوقعه اذن. سبحان الله. تمام. في حاجه ثانيه يا استاذ خالد عندنا نشوفها؟ حصان. الحصان، الحصان من من الحيوانات السريعه جدا، واللي برضه عندها في ودانها عضلات كتيره جدا بتتحرك برضه 180 درجه عشان تقدر تراقب الدنيا اللي حواليها كلها. امال الفيل يا دكتوره، بشوف ودان الفيل دي كبيره جدا يعني. ايه ايه ده؟ اهو الفيل اهو. هو ودانه كبيره بس ما بيسمعش جامد. ما يسمعش. لا بيسمع برضه، بس بيسمع لغايه 12000. بيستخدمها في التهويه بيقول. انا سمعت كده، قريت حاجه زي كده، هو بيستخدمها بيهوي بيها على جسمه. يقال ان الافيال بتسمع بعضها على بعد الاف الاميال. وبتنادي بعض بالاذن. يعني البومه دي قصه طبعا. البومه طبعا بتسمع صوت عالي جدا. ومن الطيور اللي سماعها قوي جدا. وسبحان الله ربنا خلق لها الودان على مستويين مختلفين. يعني في ودن اعلى من ودن عشان تقدر تجيب الاصوات اللي حواليها كلها وتعرف اتجاه الصوت جاي لها منين. دكتوره سناء، يعني بعد العرض اللطيف من الدكتوره راندا، انا عايز اسالك عن قصه زراعه القوقعه. كتير من المرضى بيجوا لي انا العياده، ويجوا لحضراتكم اكيد، يقول لك انا مش عايز اركب سماعه، السماعه شكلها وحش وهيشوفوني ولو انسه وبتاع. تقول لك طب ما تعملوا لي زراعه القوقعه. ففي بعض الناس متصورين ان زراعه القوقعه دي احنا حاجه هنحطها تحت الجلد ولا تظهر مطلقا. فكلمينا عن قصه زراعه القوقعه، مين اللي يحتاجها وشكلها ايه وايه تاثيرها الفعلي؟ فعلا يا دكتور حضرتك بتتكلم مظبوط. الناس كتير فاكره ان القوقعه ده حاجه سحريه تتحط تحت الجلد مكان القوقعه الحقيقيه وخلاص وكده، ولا في حد يبقى عارف ان هو بيسمع او ما بيسمعش ولا اي حاجه. والكلام ده طبعا مش مظبوط. زراعه القوقعه هي عباره عن جزئين، جزء جراحي يعني جزء داخلي، والجزء الخارجي زي شبه السماعه بالظبط بس اكبر شويه. اكبر كتير. فاللي فاكر نفسه ان هو لو زرع قوقعه يبقى كده عمل الحل السحري، لا بالعكس، ده هو حضرتك بتبقى ليها جزء خارجي زي ما احنا قلنا وليها جزء داخلي. مين بقى اللي هنزرع قوقعه ومين اللي مش هيزرع قوقعه؟ ده موضوع كبير جدا. اولا لازم سواء كان طفل او كان حد كبير يكون السمع عنده من درجه مثلا شديد الى عميق على حسب درجه ضعف السمع، يكون هو اصلا لبس سماعه ومش مستفيد بالسماعه، او يكون واحد بيلبس سماعه طول عمره وفجاه حصل له السمع بتاعه بدا يتدهور لدرجه ان هو مش مستفيد بالسماعه. ففي الحاله دي بدل ما تبقى سماعه من بره، لا بنعمل حاجه اسمها زراعه قوقعه. يعني هي زي السماعه بس عمليه جراحيه، جزء خارجي وجزء داخلي. ودي بتنفع الاطفال من اول سنه، والناس الكبيره طبعا اللي هم لابسين سماعه ومفيش فيها اي بعد كده نتيجه من لبس السماعه. لكن انا عايز اقول لحضرتك بس يعني ايه، الناس لازم تبقى عارفه كويس قوي ان زراعه القوقعه ده ايتم، والسماعه الطبيه دي قصه ثانيه تماما. يعني ده الموضوع وده موضوع. ما ينفعش ان انا استبدل السماعه بزراعه قوقعه. والله اللي يقدر يلبس سماعه ويستفيد بيها ويقدر يبقى متعايش مع الناس اللي حواليه يبقى خلاص ما يتجهش لزراعه القوقعه، لان انا عمري ما هزرع لواحد زراعة قوقعه وهو مستفيد بالسماعه. بالعكس، ده هو السماعه بالنسبه له احسن بكتير، ان هو يخش في عمليه وبعد كده في برمجه. مع حضرتك هي الموضوع مش سهل، ده في حاجات بتتعمل قبل الزراعه وبعد الزراعه، وبرمجه القوقعه دي حاجه بس مش سهله. ناخد استاذه الهام من الهرم. استاذه الهام. ايوه اتفضلي. سامعاني؟ اتفضلي معاكي. انا سامعه حضرتك يا دكتور. يا اهلا وسهلا. سامعك يا دكتور. انا دلوقتي ودني كان فيها فطريات، انا مريضه ضغط وسكر. وبعدين خدت مضادات حيويه كتير وحطيت قطره وحطيت مرايم كتير ومفيش فايده، في انسداد في الودن من جوه، وبصراحه مش عارفه ما بسمعش منها كويس. بصي، هي الامراض الفطريه في الاذن الخارجيه من الامراض الشائعه جدا، خاصة مع مرضى السكر. فالقصة دي محتاجة علاج، والعلاج بتاعها بيبقى شوية يعني ايه لونج ديوريشن، يعني مش اقل من 3 أسابيع لغاية لما ياخد شفاء كامل. بقالك سنة؟ مفيش أي حاجة خالص. لا، هو أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، لو حضرتك قريبة مني أنا عيادتي في الهرم على عيني وراسي، تجيلي النهاردة تجيلي بكرة، أنا من يوم الاثنين للخميس شغال من الساعة 6 للساعة 10 بالليل. الكشف بتاع كل اي حد بيسمعنا في هذا البرنامج مجاني طبعا. هنشفط الاذن مره واثنين وهنحط فيها حشوات وندي ادويه مضاده للفطريات لغايه ان شاء الله ما حضرتك تبقي بالسلامه وتقولي لنا انا سامعه كويس. تحت امرك وعلى عيني وعلى راسنا. طمني خالص، طمني طمني. كل يوم موجودين باذن الله من الاثنين للخميس، 93 شارع الهرم، الكنترول هيديك التليفونات بتاعتنا. استاذه عبير كمان من الجيزه. استاذه عبير. الو. ايوه مع حضرتك يا دكتور. انا عندي بنتي مولوده وهي عندها 6 شهور بضعف شديد. ضعف سمعي شديد.
ضعف شعر وسمعين. والحمد لله استجابت للسماعه، والحمد لله انا مشيت معاها بالتخاطب، والحمد لله بتتكلم وداخله مدرسه عاديه وكلامها مكسر شويه، بس الحمد لله لحد ما مفهوم يعني. تمام. بس انا بسال، هل مع كتر السماعه لابساها على طول ده هيقلل من مستوى السمع في العمر؟ يعني هي دلوقتي عندها 9 سنين. انت اكتشفتي امتى ان هي عندها ضعف سمع وهي عندها 6 شهور؟ وعندها 6 شهور. هي برافو عليك، برافو عليك ان انت لاحظتي بدري. انا ممرضه يا دكتور، بيجي لي ناس 3 سنين و4 سنين ولسه بيكتشفوا. انا ممرضه. كويس كويس قوي. تمام، الدكتوره سناء هترد على حضرتك، بس انا نصيحه مني قبل الدكتوره سناء، اوعي تقلعي السماعه من ودن بنتك. دكتوره سناء اتفضلي. لا هي الحمد لله لابسه سماعتين ما شاء الله. تمام. هو طبعا هي حريصه جدا وهي واعيه وعندها وعي عالي جدا، طبعا شغاله ممرضه ففاهمه كويس قوي، لو عرفت تكتشف بدري ان هي البنت عندها اعاقه سمعيه. تمام. فبالتالي لما تلبس السماعه، السماعه دي اكنها الودان بالظبط، يعني مفيش واحد هيلبس سماعه ويحس بعد كده ان سمعه هيقل نتيجه لبس السماعه. تمام. طالما السماعه كويسه وعلى قد مستوى سماعها وبتتبرمج كويس. تمام. وفي صيانه للسماعه كويس، عمر ما السماعه ما هتاذي سمعها، بالعكس هتحافظ حتى على الاقل على مستوى السمع اللي موجود. تمام. والبنت بدات تتكلم وتخش المدرسه، ولو في عندها شويه حروف مكسره ولا حاجه مع التخاطب وتكمل ان شاء الله. وانا بشوف ناس دلوقتي دكاتره ومهندسين اكتشفوا ان هم عندهم ضعف سمع وهم صغيرين، وبسم الله ما شاء الله دكاتره ومهندسين بالسماعه. طيب تنصحيها يا دكتوره تعمل رسم السمع كل قد ايه؟ يعني تطمن على مستوى السمع هل بينزل ولا لا؟ لان هي بتقول لك انا يعني البنت 6 شهور واكتشفت القصه دي، ممكن تكون زي ما قالت الدكتوره رندا كان فيروس مثلا غده نكفيه حصبه. تمام. حصلت وجاي في اعقابها احيانا بنلاقيها على فكره من دور برد، وبيحصل بعد كده ضعف سمعي فجائي في احد الاذنين او الاثنين. تمام. هي لو الامور ماشيه مستتب ما فيش اي مشاكل خالص، يبقى انصحها انها تعمل مقياس سمع عادي، ومقياس سمع بالسماعه كل 6 شهور، كل 6 شهور نطمن بس ان السماعه متبرمجه كويس والسمع بتاعها ثابت. تمام. لا في خلال يعني من بين 6 اشهر و6 اشهر التانيين حصل اي مشكله، مثلا البنت سخنت، حصل ارتشاح، حصل اي حاجه مشاكل تانية، لازم طبعا في خلال الفتره دي تيجي، ما تستناش 6 اشهر اللي بعديها. تمام. يعني لو حدث اي شيء فجائي في التهابات الاذن، في سخونيه، في اي مشاكل، يبقى لازم لا نعيد مره نعيد اخرى طبعا. لان هي طول ما هي لابسه السماعه احنا مش عارفين البنت برضو سامعه 90% بالزبط. 80% اقل من كده، لازم القصه يعني تعاد صياغه. ايوه فعلا. انا بيجوني ناس بيبقوا بالظبط، بيجيني ناس برضو بيبقوا لابسين سماعه وكل حاجه ومع دور برد شديد، يقول لي مش سامع بالسماعه. اعمل له ضغط الاذن الاقي عنده ارتشاح على طبله الاذن، فبعمل كده ان هو حصل له مشكله فوق ضعف السمع اللي هو الارتشاح او الالتهاب، بياخد علاجه بقى كويس ويرجع يلبس السماعه تاني. تمام. دكتوره رندا، احيانا اطفالنا واولادنا في المدارس خاصه المدارس الصغيره كي جي بتبقى الطفل لابس سماعه او سماعتين، زمايله بيبصوا له بصه مش كويسه. هل الكلام ده احنا عايزين برضو نوجه رساله ان لبس السماعه ده مش شيم ولا حاجه، ده ده ده, ده يعني ده حاجه، ده مرض ربنا سبحانه وتعالى ابتلى بيه شخص، فلازم نساعده ما نتنمرش عليه. هو طبعا لبس السماعه تعتبر حاجه عاديه خالص زي لبس النظاره. يعني احنا بنشوف اطفال كتير قوي لابسين نظارات وما فيش اي مشكله، والنظارات بقت فيه منها الوان. برضو السماعات عملوا دلوقتي منها الوان، وعملوا منها كفرز بشكل ميكي وبشكل بطوط وسبونج بوب والكلام ده، بشرط ان هم يحببوا الاطفال في لبس السماعه. كده الطفل اللي ما عندوش مشكله في السماعه ممكن يقول لك عايز البس السماعه. هو فعلا بقى يعني بيحاولوا يحببوه فيها. وبرده احنا ممكن نوجه رساله للاهل كمان، ان لما ابنهم يكون بيلبس سماعه يكافئوه، لما يلاقوه بيلبس السماعه مده طويله يجيبوا له هديه ويشجعوه، يقولوا له كويس انك انت لابس سماعه عشان تسمع احسن، عشان تبقى في تقدم دايما. وينبهوا على المدرسين اللي في الفصل ان هم دايما يعني ايه يخلوا الطالب اللي بيسمع اللي لابس سماعه زي اللي مش لابس سماعه بالظبط، يعني هم الاثنين قاعدين جنب بعض في الفصل، هم الاثنين ليهم اهتمام، بالعكس يهتموا بالطالب اللي لابس السماعه اكتر عشان يزيدوا من انتباهه ويزيدوا من تركيزه، ويحاولوا ان هم دايما يدوا له مكافئات، يدوا له جوائز، يكافئوه على ان هو لابس السماعه على طول. وطبعا في حاله ان لو اي حد من زمايله خايل عليه او قال له انت ازاي لابس سماعه واتريق عليه، لا احنا لازم نقف وقفه وننبه على زمايلهم ان عيب، ما يصحش انك انت تعمل كده، لان ده زميلك ولابس سماعه زي ما انت لابس نظاره، او دي حاجه طبيعيه ما فيش اي مشكله منها. الغرض في الاخر ان احنا كلنا نسمع وكلنا نبقى كويسين وكلنا نبقى طبيعيين. دكتور سناء، عايز اتكلم عن موضوع بيجي لنا برده كتير ويعني بنقابله، فقدان السمع الفجائي. تمام. تلاقي انسه مثلا 16 سنه ولا بتاع تقول لك انا امبارح كنت كويسه جدا، صحيت النهارده الصبح ودني الشمال مش سامعه بيها حاجه خالص. تمام. وماما قلقانه وبابا قلقان والحقونا،
واحيانا بتتم اجراءات مش سليمه في هذه القصه. فيا ريت حضرتك توضحي لنا. هي دي ظاهره بقت موجوده فعلا، وفي للاسف في ناس بيجي وقت وبعد وقت متاخر، وفي ناس بيحصل لهم المشكله دي وبيروحوا يلفوا ويعني بيتجهوا اتجاهات مش مظبوطه. انا بقى النصيحه اللي بحب اوجهها من خلال حضرتك في هذا البرنامج، ان اي واحد يحصل له ضعف سمع فجائي لازم على طول يتوجه لعياده السمعيات، لمركز سمعيات، لان ساعتها لازم لو حصل الضعف الفجائي دوت لو ما قدرناش نشخصه في اول 3 ايام ويحصل فيه تدخل علاجي في اول اسبوع اسبوعين، ممكن بعد كده يبقى ضعف مستمر على طول. اسبابه كتيره جدا، ممكن حاجات اسبابه كتيره جدا، لكن الاهم من الاسباب ان احنا نبدا في مرحله العلاج. والعلاج هيجي بالتشخيص الاول، اعمله الاول مقياس سمع، وبعد كده اوجهه لدكتور انف واذن يديله العلاج المظبوط، ونتابع مع دكتور الانف والاذن ودكتور السمعيات لحد ما الحاله تثبت، وبعد كده نبدا بقى نشوف ايه هو كان السبب. اعمل له مثلا بعد كده اشعه رنين، لو السمع رجع طبيعي خالص يبقى كان دور برد وفيروس شديد جدا اثر على السمع، او اي مهما كان السبب بقى. بس اهم حاجه يا دكتور خالد، اي حد يحصل له ضعف فجائي في اول 48 ساعه او 72 ساعه يتوجه على طول مباشره لاي مركز سمعيات. في يا دكتوره انت حضرتك يعني ذكرتي بسرعه كده ان في ممارسات خاطئه في التعامل مع هذا الموضوع، يا ريت برده تقوليها لنا وعشان نحذر الساده المشاهدين عشان ما يقعوش فيها، لان انا بسمع عن حاجات كتير جدا في فقدان السمع الفجائي ده. لا تعالى دلوقتي حالا هتخش العمليات، كلميني عن الموضوع ده يا دكتور. بس حضرتك هو لو حصل لواحد مثلا طفل صغير هتبقى مشكله، لان الطفل ممكن ما يعرفش يقول، ما يعرفش يعبر عن المشكله اللي حصلت له، ولما يجي يكتشف يكون خلاص الفتره اللي كان فيها التدخل العلاجي تكون انتهت خلاص. يعني مثلا عن طريق التليفون يقول لمامته بعد يكون بقى خلاص عدى شهر او شهرين انا مش سامع بودني. فالام لازم تكون ايه يعني لو عندها وعي او عندها ادراك وعرفت متابعه طفلها باستمرار، ده هي دي المشكله، لان بيجي بعد الفتره ما بيكونش بقى للعلاج ليه دور، خلاص بيبقى ضعف مستديم والطفل هيكمل حياته بقى بودن واحده بس. لكن بالنسبه للناس الكبيره هو مجرد ما حس بالمشكله المفروض يتوجه، لان ساعات للاسف بيروحوا مثلا حضرتك يعني بياخدوا ادويه خطا. يقول مثلا ايوه قولي لي الخطا بقى عشان ننبه الساده المشاهدين، اتفضلي. يعني يا دكتور مثلا هو ممكن يروح لدكتور، ودي حصلت معايا كتير جدا، ما بقاش دكتور يعني على وعي كافي قوي ان هو مقياس السمع دوت لازم يروح يعمل مقياس سمع، فالدكتور بيديله علاج كعلاج برد. تمام. ودي بتحصل كتير جدا، بياخد علاج البرد والفتره اللي احنا المفروض ندي فيها العلاج المظبوط بتكون راحت على المريض. فحضرتك يروح لدكتور كويس او يروح لعياده سمعات مباشره، والدكتور ممكن يوجهه بعد كده للعلاج المظبوط. دكتوره سناء، في بعض المرضى اللي بيحصل لهم ضعف السمع الفجائي او فقدان السمع الفجائي بيتقال لهم انتوا لازم تتحقنوا جوه الاذن الوسطى ومن خلال طبله الاذن، وبنحقن حقنه بترجع السمع تاني، والحقنه طبعا مكلفه جدا. اكيد انت سمعت الكلام ده كتير في المحاضره. فعلا هو ده اللي بيحصل. انت مش عايزه تتكلمي انا مش عارف. هو فعلا ده اللي بيحصل، بس انا قبل ما اقول العيان خد حقن او كده لازم اعمله مقياس سمع الاول واشوف درجه السمع وصلت الضعف الفجائي دوت قد ايه من مستوى السمع، ولو اخد علاج بعد كده هو هيرجع السمع ولا لا، ولا هيفضل ثابت ولا يحصل تاخر اكتر في السمع. دكتوره رندا، يعني سمعتي عن قصه الحقن اللي في الاذن وبترجع السمع دي؟ طبعا في حقن بيدوها اللي هو ترانس تيمبانيك، او بتبقى حقن استرويد كورتيكوسترويد. دي وجدوا ان هي فعلا لما بتتحقن انها بترجع العصب السمعي للوضع الطبيعي بتاعه. تنصحي بيها يا دكتوره؟ والله احنا في حاله ضعف السمع الفجائي انا بنصح باي حاجه ممكن ترجع لنا العصب السمعي. تمام. لان لو عدت عليه الفتره زي ما الدكتوره قالت اللي عدت الاسبوع، فاحنا بنفقد العصب السمعي وبيبقى في حاله خمول وبيفضل على الوضع الضعيف اللي هو فيه. ففي خلال الاسبوع ده انا بحاول بجميع الطرق ان انا استرجع العصب تاني للوضع الطبيعي بتاعه بالادويه اللي هي بتعتمد اساسا على الكورتيكوسترويد. طب انا ادي يا دكتوره قد ايه ادويه وبعدين اخش انترا تيمبانيك واحقن؟ يعني انترا تيمبانيك داخل الاذن الوسطى من خلال طبله الاذن. تمام. ادي فتره علاج قد ايه ميديكال؟ ادويه راس حقن، وبعد كده لو ما فشلت اخش على طول احقن، ولو فشلت في الحقن اعمل ايه؟ والله هم عملوا دراسه، عملوا الاثنين، لو انا هدي واحد كورتيكوسترويد او الكورتيزون هديهوله مثلا عن طريق الحقن العضلي او عن طريق البرشام مثلا. تمام. يعني وهدي انترا تيمبانيك انجكشن يعني هخش داخل طبله الاذن، وجدوا النتيجه واحده، يعني لما سواء يبلع او جوه وجدوا دراسه واحده. تمام. بس هي الفكره يا فندم ان الناس اللي بتاخد عضل او حقن وكان ناس كبيره عندها مرض ضغط وسكر والكلام ده كله، ممكن يبقى ساعتها يبقى عاملين بقى مظبطين الضغط والسكر اثناء الايه فتره العلاج، لان هم فعلا الدراسه اثبتت ان دي زي دي نفس النتيجه واحد. بس هي الفكره ان هي والانترنت بانك انجكشن كورتيكوسترويد ده ممكن يسرع النتيجه اكتر.
دكتورة سناء، أنا سعيد إن حضرتك كنت معانا النهاردة، وشاكر لحضرتك تفضلك علينا بالمعلومات الشيقة اللي قلناها. دكتورة رندا أنا عاجز عن الشكر لحضرتك وشرفتينا النهاردة. بشكر كمان شركائنا في شركات السماعات، شركة الأهرام وشركة العلا اللي بيدعموا البرنامج بسماعات بخصومات عالية جدا وأحيانا مجانا. أشوف حضرتك على خير إن شاء الله الأربع القادم، ومدير المستشفى وموضوع طب جديد إن شاء الله. سلام عليكم.